فن وموسيقى ونحت وتصوير ومجالات أخرى. كان لوحدة الفنون بمكتب النشاط المدرسي في مدينة المرج دور كبير في إبرازها من خلال فريق صناع الحياة لاكتشاف المواهب في هذه المجالات. بدأ هذا المنتدى لجميع المواهب والإبداعات لطلابنا على مختلف السنوات من الصغير إلى الكبير، حسب الموهبة حسب الإبداع، سواء كان في الموسيقى سواء كان في النحت سواء كان في الفن سواء كان في التصوير سواء كان في التطريز، كل الحاجات المهنية أو المواهب الإبداعية اللي يبتدعها الطالب الصغير أو الكبير فتحنا أبوابنا وبمساعدة الجميع. فريق صناع الحياة ضم خلال الأسبوع الأول 50 طالبا لاكتشاف مواهبهم وصقل موهبتهم في مجالات النشاط المدرسي المختلفة مثل الرياضة والفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح. فريق صناع الحياة طبعا يضم مجموعة من الموهبين والمتعاونين مع مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم ببلدية المرج، له أهداف، مجموعة أهداف اللي هي اكتشاف وصقل الموهبين في داخل البلدية والطلبة الموهبين بمجالات النشاط المدرسي المختلفة. نتمنى أنا من كل ولي أمر يعني أن كل عنده بنته أو ولده يعني عنده موهبة يعني ينميها له ويساعده بأن يعني يشارك في فريق صناع الحياة، ويعني هو الفريق يعني مميز يعني يبرز لنا في المواهب، يكشف الستار عليها على كافة الناس يعني. برامج ترفيهية واستكشافية يقوم بها الفريق حتى تعود العطلة الصيفية بالفائدة الكبيرة على الطلبة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.